السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وسعاده. في الفيديو ده هنشرح الفريم ريت وايه احسن فريم ريت للتصوير وايه احسن فريم ريت للحركه البطيئه. انا احمد شحاته، فيديو اديتور فيديو جرافر، ولو مهتم بالتصوير والاديت وصناعه الافلام بشكل عام اشترك في القناه. ليتس جو. سلو موشن، حركه بطيئه. ازاي بتتعمل الحركه البطيئه؟ بس اول حاجه لازم نعرفها هو الفريم ريت. طب ايه هو الفريم ريت؟ قهوتك الجميله وركز معايا. الفريم هو جزء من الثانيه تقدر تتحكم فيه وانت بتصور، ممكن تخليه على 24 فريم في الثانيه او 30 او 60 او 120 والى ما لا نهايه على حسب الكاميرا طبعا. الفيديو الطبيعي اللي بتشوفه في اي مكان، سواء على تليفونك، على السوشيال ميديا، على التلفزيون، في اي مكان، هو بيكون متصور على 24 او 30 فريم، تمام؟ ده الطبيعي. طب ليه المصور ما يصورش على 120 او 60 او 240؟ لان من 24 لحد 30 فريم هما دول اكتر رقمين مريحة للعين. العين الطبيعية لما تشوف الفيديو ما تحسش بحاجة غلط، ما تحسش بحاجة سريعة او حاجة بطيئة او حاجة بتقطع. هو ده الطبيعي بتاع الفيديو، والفيديو الطبيعي بيتكون من 24 فريم في الثانية. اقل من كده يقطع، اكتر من كده تحس ان الفيديو سلس ما فيهوش اي موشن بلور. فلازم وانت بتصور تعرف انت هتصور كام فريم. لو هتصور انترفيو يعني محدش هيتحرك، محدش هيعمل حاجة، مفيش اي حركة في الفيديو، خليك 24 فريم. لو هتصور حركة سريعة، مثلا حد بيلعب كورة، اكشن، في حاجة فيها حركة بزيادة، صور 120 فريم. نرجع للفريم. احنا قلنا ان الفيديو بيتكون من 24 فريم في الثانية الواحدة. بتشوف ناس دايما بترسم على كتاب فاضي وبيفر الكتاب بسرعة كده، فالرسمة تتحرك فيديك احياء الفيديو. فعين الانسان لما تشوف 24 فريم او 24 ورقة بتتحرك خلال ثانية، فكده هتشوف فيديو. طيب حد يسألني انا عايز اعمل دلوقتي سلو موشن، طيب الارقام الزيادة في الفريمات بتعمل ايه؟ عدد فريمات مثلا 60، الفيديو هيطلع معاك تمام. اي نعم الحركة سلسة وكله تمام والفيديو ما فيهوش اي غلطة، بس هتيجي في برامج المونتاج وتيجي تهدي سرعة الفيديو عشان انت عايز تعمل حركة بطيئة، فتهدي ال 60 فريم دول النص، نص ال 60 30، فالفيديو كده طول، الفريمات اتفردت، بقت على بقى الفيديو ماشي على 30 فريم بس الحركة بقت بطيئة. خلينا نشوف ده مثلا فيديو متصور على 24 فريم، هنيجي نعمل حركة بطيئة هيقطع. الفيديو ده متصور على 24 فريم. طب نيجي مثلا على فيديو متصور 60 فريم. الفيديو ده متصور على 60 فريم. طبعا انت لو مصور مشهد حلو هتلاقي الحركة احسن. طب ما نيجي كده نعمل حركة بطيئة على فيديو متصور 120 فريم ونهدي السرعة أقل من 50. الفيديو ده متصور على 120 فريم. وزي ما شفنا ال 120 فريم بيدي حركة جميلة كده، تمام. ان شاء الله اكون قدرت اوصل لك المعلومة، وكده يكون خلص الشرح. لو استفدت من الفيديو يا ريت الدعم فضلا وليس امرا، لايك للفيديو واشتراك في القناة. وفي نهاية الفيديو سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.